ألم تسمع الأصوات؟ هل سمعت سوى فلان مات مات؟ أطلق بصرك في الفلوات، هل ترى إلا القبور الدارسات؟ استيقظ يا ابن آدم، استيقظ يا ابن آدم، استيقظ فإني أعظك، استيقظ فإني مشفق على نفسي وعليك. ما هي إلا لحظات، وإذ بهم يقولون عنك فلان مات مات. يا حسرة الفوت عند حضور الموت، يا خجلة العاصي، يا أسف المقصرين. استلب زمانك يا مسلوب، غالب الهوى يا مغلوب، حاسب نفسك فالعمر محسوب، امحي قبيحك فالقبيح مكتوب، القبيح مكتوب، القبيح مكتوب. عجبا لضاحك وعليه ذنوب، الكل يموت، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، الكل يموت، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، الكل يموت، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، الكل يموت، يموت كل صحيح وسقيم، يموت كل مريض وسليم، الكل يموت، الكل يموت، الكل يموت، ولا يبقى سوى ذو العزة والجبروت. اطلب نعيما لا موت فيه، لا تجده إلا هناك، هناك في الجنة، هناك في الجنة، خلود بلا موت في نعيم ليس كمثله نعيم. قال الربيع بن خثيم: لو غفل قلبي عن الموت ساعة واحدة لفسد قلبي. يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، وقعتم في الذنوب أفلا تأسفتم؟ يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم؟ يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم؟ يا أبناء الستين، أما زلتم تلهون وتلعبون؟ لقد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين احتفظ بنفسك. قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ إنهم أصناف، نعم، صنف من الناس يحب ذكر الموت لأنه يحب لقاء ربه، وصنف يحب ذكر الموت لأنه موقن به ويرقق قلبه، وصنف يكره ذكر الموت، يكره ذكر الموت خوفا من ذنبه، وصنف يكره ذكر الموت لأنه يقطعه عن الدنيا ولذائذها، وهذا هو الخاسر. والله أعاذني الله وإياكم من هذا الصنف. نعد أنفاسهم في الدنيا، آخر العدد فراق روحك، آخر العدد ركوب نعشك، آخر العدد دخول قبرك، آخر العدد لقاء ربك، فاستعد يا هذا. ألست تعلم أن نفسك قد يخرج ولا يعود؟ ألست تعلم أن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى؟ إن بين يدي الله، فماذا أعددت للقاء الله؟